الشباب القادمون من مختلف أصقاع الأرض ليلتحقوا بالحركات المتطرفة في سوريا والعراق لم يأتوا من تلقاء أنفسهم. هناك الكثير من وسائل التجنيد، ومنها نشاط الدعاة الدينيين الذين حرضوا الشباب على ترك حياتهم المدنية وحمل السلاح. من هم هؤلاء الدعاة وماذا يقولون؟ نبدأ من بريطانيا التي يبلغ عدد المقاتلين القادمين منها حوالي 500 مقاتل، وتتحدث المصادر غير الرسمية عن أكثر من ذلك بكثير. هناك في العاصمة اللندنية يبرز اسم الداعية أنجم شودري. شودري البالغ من العمر 47 عاماً، المولود في بريطانيا والحائز على جنسيتها، والذي عادة ما يثير الجدل في الإعلام البريطاني، يعتبر أكثر الناشطين تطرفاً وأكثرهم وضوحاً في تأييده العلني لتنظيم داعش. ففي أحد البرامج الحوارية على إحدى القنوات البريطانية عبر الإنترنت في شهر يوليو تموز 2014، يقول شودري أن مشكلة الأمريكيين الآن هو أنهم يتعاملون مع دولة. يسأله المذيع: أي دولة؟ فيجيب: المناطق في سوريا والعراق والخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية هي مناطق آمنة للمسلمين وغير المسلمين. فيسأله المذيع: أنت تقر إذن بأنها دولة؟ فيجيبه شودري: بالتأكيد، الخلافة قامت والخليفة هو إبراهيم، في إشارة منه إلى أبو بكر البغدادي. You declare it as you admit it is a state. Definitely, I mean this is the khilafah being re-established. The Khalifa is Ibrahim. May Allah bless him and may Allah bless all the Muslims there. خلال الشهر ذاته وزعت مناشير في لندن تدعو المسلمين للهجرة إلى الخلافة، ليتبين لاحقاً أن المجموعة على صلة بأنجم شودري. بلغ الجدل حول شودري أشده مع حادثة مقتل الصحفي الأمريكي، فالشاب البريطاني عبد المجيد عبد الباري المتهم بذبح الصحفي قد تم تجنيده من قبل مقربين من شودري حسب عدة تقارير صحفية. كما كان شودري ملهماً للقاتل مايكل أديبولاغو الذي قام بذبح جندي بريطاني في أحد شوارع لندن العام الماضي، والذي كان أحد الناشطين في اعتصامات جماعة المهاجرين المحظورة التي كان يقودها أنجم شودري حينها. وفي تصريح حول الحادثة دافع شودري عن مايكل واصفاً إياه بأنه رجل طيب. تتنوع أساليب شودري بين تنظيم مسيرات واعتصامات احتجاجية داخل بريطانيا وإلقاء محاضرات سياسية ودينية للجالية المسلمة، كما أنه دائم الحضور في البرامج الحوارية التلفزيونية، ومحطته على يوتيوب تعتبر ناشطة نسبياً إذ حققت أكثر من 500,000 مشاهدة. من لندن إلى ميشيغان في الولايات المتحدة، هنا داعية آخر يدعى أحمد موسى جبريل. اسم جبريل ورد في تقرير مطول صادر عن المركز الدولي لدراسة التطرف كأحد أبرز الملهمين للمقاتلين الأجانب في سوريا والعراق. لجبريل الذي يبلغ 43 عاماً تاريخ طويل في دعم الإرهاب، عام 1996 أرسل فاكس إلى شبكة CNN أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير أبراج الخبر في السعودية والتي اتهم بها تنظيم القاعدة وباركها بن لادن في حينه. عام 2003 قام جبريل ووالده بتأسيس منتدى السلفيين الذي كان يدعو لكراهية الأمريكيين، وكان يبث مقاطع فيديو متعاطفة مع القاعدة حسب التقرير نفسه. في تلك الأثناء قامت السلطات باعتقاله بسبب تهم أبرزها الاحتيال المالي والمصرفي. وبعد إطلاق سراحه عام 2012 عاد لممارسة نشاطاته التحريضية من خلال الشبكات الاجتماعية، إذ يصل عدد متابعيه على الفيسبوك
إلى حوالي 220 ألف شخص، وعلى تويتر حوالي 27 ألفاً. لا يدعو جبريل الشبان الغربيين إلى القتال في سوريا والعراق بشكل مباشر، ولكنه يقوم بين الحين والآخر بتقديم العزاء بمن يقتل منهم في سوريا والعراق. اليوم يخضع أحمد موسى جبريل للمراقبة من قبل السلطات الأمريكية للتأكد من أنه لا يمارس التحريض على القتال في سوريا والعراق. ومن بين الدعاة يبرز اسم موسى سيرانتونيو، الشاب الكاثوليكي الاسترالي ابن 29، والذي بدل اسمه من روبرت إدوارد إلى موسى بعد اعتناقه الإسلام في سن 17 وتحوله إلى الفكر المتطرف عندما كان في القاهرة. ففي مقابلة معه في مدونة أمريكية مصرية عام 2012 يجيب بأنه قدم إلى مصر من أجل العمل مع تلفزيون إسلامي ناطق باللغة الإنجليزية، كما عمل معداً لبرامج دينية مع عدد من المحطات الأخرى. برز سيرانتونيو كأحد ملهمي المقاتلين الأجانب الملتحقين بداعش، ما ميزه ليس عدد متابعيه القليل قياساً لغيره من الدعاة، بل تأييده الواضح والصريح للخلافة وللجهاد في العراق وسوريا. سيرانتونيو يعتبر في محاضرة له عام 2012 أن إنشاء الخلافة الإسلامية هي مسألة عسكرية بالدرجة الأولى. Because re-establishing the Islamic State is eventually going to be a military matter. وفي ذات المحاضرة ينوه بعمل طالبان في أفغانستان ويعتبرهم رجال وأبطال الأمة الإسلامية. The same thing in Afghanistan. The Taliban, may Allah grant them victory, and they are the heroes of the Ummah in these days. These are men. ثم يدعو المسلمين إلى دعم كل الحركات التي تعمل على إقامة الخلافة مثل طالبان وحركة الشباب الصومالية. The groups who are working for Islam, and there are many groups. Don't think that Taif al-Mansura, that the victorious group, is only one. Don't think it's one small group, as if who do I choose? Is it Taliban? Is it Shabab? Is it so and so? No, the Taif al-Mansura are the ones who fight in the way of Allah for the religion of Allah, no matter where they may be in the world. عندما أعلن داعش عن خلافته كان سيرانتونيو من بين المؤيدين العلنيين لها. وفي محاضرة له هذا العام يعتبر موسى أن العراق والشام هي البلاد الموعودة لقيام هذه الخلافة. سيرانتونيو الذي يستخدم الإعلام الاجتماعي على نطاق واسع أعلن بأنه سيذهب إلى أرض الخلافة، ولكن السلطات الفلبينية قامت باعتقاله وإعادته إلى بلاده بناءً على طلب الشرطة الإسترالية التي قامت بإطلاق سراحه في وقت لاحق وتقوم اليوم بمراقبة تصريحاته. ولا بد في استعراض أهم المجندين للشباب في الغرب ذكر الداعية السعودي الإخواني محمد العريفي. يبلغ عدد متابعي العريفي حوالي 23 مليون شخص على تويتر والفيسبوك، ولو أن هناك الكثير من الشكوك حول حقيقة هذا الرقم. بشر العريفي في العديد من المناسبات بداعش ودولتها، معتبراً ما يحصل في سوريا دلالات على قيام هذه الخلافة. إذا شاء يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي خطبة له في مسجد عمرو بن العاص في العاصمة المصرية يونيو حزيران 2013، أي قبيل سقوط مرسي، أعلن صراحة عن عمله مع آخرين لتجنيد المقاتلين، متخذين من مصر منطلقاً مهماً، وبالطبع بسبب الاحتضان الإخواني له. والله التقيت البارحة بمجاهدين خرجوا من كتائب الجهاد في سوريا، خرجوا تهريباً متنكرين، حتى استطاعوا أن يجتمعوا معنا أمس. اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر، ليناقشوا قضية السورية. تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. وفي الخطبة ذاتها يتحدث عن الخلافة ويدعو لتوحيد العمل من أجل قيامها،
من الجدير ذكره أن العريفي الذي دعا للجهاد في سوريا سافر بعدها مباشرة في رحلة استجمامية إلى لندن. هؤلاء هم أبرز الدعاة العلنيين على الأقل الذين جندوا المقاتلين في داعش، دعاة من كل أصقاع الأرض وجدوا في الغرب ساحات عمل، وفي الجاليات الإسلامية التي تبحث عن هوية أرضاً خصبة لزرع أوهام دولتهم، مخاطبين خيالات جيل الألعاب الإلكترونية بحروبهم الدموية.